نتكلم على البارالمبيكس وابطالنا في البارالمبيكس. ابطال مصر في رفع الاثقال عاملين نتائج كويسه جدا في بارالمبياد باريس، وحصلوا حتى الان على 2 ذهب لمحمد المياوي ورحاب احمد، ميداليه كمان فضيه للاعبه فاطمه محروس، وان شاء الله ان شاء الله كمان صحيح. مستنيين مزيد من الميداليات يا محمد. المجهود ده بس انت وراه مدرب مخضرم جدا وقد المسؤوليه واستطاع انه يجهز اللاعبين بشكل جيد جدا. المدرب ده كان واحد من ابطال البارالمبياد في السنوات الاخيره بعد حصوله على اكثر من 5 ميداليات على مدار تاريخ البارالمبيكس. تعالوا نرحب مع حضراتكم بصانع الأبطال الكابتن شعبان يحيى الدسوقي، مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي المشارك في بارالمبياد باريس. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا أستاذ محمد، وصباح الخير يا أستاذ رسام. أهلا بيك يا فندم. أولا بنبارك، بنقول ألف ألف مبروك، رفعتوا اسم مصر ويا رب كده يعني دايما في إنجاز، ومنتظرين المزيد من الميداليات. كلمنا بقى عن الانجاز العظيم اللي انتوا عملتوه في باريس. الحمد لله احنا حصلنا على لحد دلوقتي على ميداليتين ذهب، واحده لمحمد المنياوي وواحده لرحاب رضوان، وحصلنا على برضو ميداليه فضيه لفاطمه محروس، والحمد لله برضو ربنا كرمنا امبارح ببرونزيه كره الطايره جلوس. وبكده حصلنا على 4 ميداليات، ولسه ان شاء الله في 6 لاعبين هيلعبوا منافسات، ثلاثة هيلعبوا النهارده وثلاثة هيلعبوا بكره ان شاء الله. طب يعني كابتن حضرتك عملت 5 ميداليات قبل كده في تاريخك وساهمت في ميداليات دلوقتي، حاسس بايه؟ يعني احكي لنا كده، انت لو تنقل لنا احساسك عامل ازاي؟ انا طبعا حاسس الحمد لله طبعا على الانجاز اللي انا عملته قبل كده، طبعا في باريس الحمد لله حاسس بفخر، وحاسس ان الانجاز مستمر مع المصريين وبدعم المصريين للمصريين، بندعم بعض والانجاز مستمر ان شاء الله. كنت متوقع النجاح ده؟ احنا تعبنا الثلاث سنين اللي فاتوا، يعني شاركنا في كل البطولات المؤهله للدوره البارالمبيه، الحمد لله ربنا اكرمنا ب 13 لاعب ولاعيبه. الحمد لله يعني قدرنا نتوقع بشكل كبير الميداليات اللي احنا هنجيبها. الحمد لله لسه كمان في ميداليات ان شاء الله على مدار اليومين اللي جايين يا رب ان شاء الله، يعني مش هنقبل اقل من الذهب ان شاء الله، كده يعني يبقى في زياده في رصيدنا من ميداليات الذهب في بارالمبياد باريس. عايز اسال بقى حضرتك، يعني ناس كتير قوي ما يعرفوش انه قبل ما نصل للحظه اللي احنا شايفينها على الهواء، لحظه التتويج الجميله دي، في رحله من الاعداد والتعب على مدار شهور قبل ما نروح بارالمبياد باريس. عايزين نتكلم ازاي تم الاستعداد وتهيئه اللاعبين بدنيا ونفسيا قبل المشاركه في اولمبياد باريس. احنا المعسكر بتاعنا مستمر 3 سنين من بعد دوره طوكيو اللي فاتت. المعسكر بتاعنا ممتد، من بقى لنا 3 سنين بالظبط، قدرنا نشارك خلال ال3 سنين في 5 محطات تأهيليه، كان في بطوله عالم في جورجيا، وبطوله عالم في دبي، وبطوله افريقيا في القاهره، وكان في اكثر من بطوله كاس عالم، واحده في جورجيا، واحده في المكسيك، وكان في واحده في شرم الشيخ عندنا. وبالمناسبه الحمد لله يعني مصر قدرت الفتره اللي فاتت ان هي تبقى بوره الاحداث الرياضيه لتاهيل اللاعبين للدورات البارالمبيه، لان مصر شاركت في تاهيل اكثر من لاعبي دول العالم من خلال بطولات اتعملت في مصر، زي بطوله حسن مصطفى في 6 اكتوبر، وكان في بطوله كاس عالم برضو في شرم الشيخ، وان شاء الله برضو في بطوله العالم القادمه لرفع الاثقال البارالمبي هتبقى في مصر في شهر 10 اللي جاي. ان شاء الله. فمصر بقت بوره الاحداث الرياضيه لتاهيل لاعبي دول العالم للدوره البارالمبيه، وان شاء الله للدوره البارالمبيه القادمه برضو، وده بيأهلنا ان احنا برضه نعمل استعداد كويس جدا عشان ناخد اولمبياد 36 عندنا في القاهره. من خلال البطولات اللي اللعيبه تأهلت فيها الفتره اللي فاتت، قدرنا الحمد لله ان احنا نيجي باريس، وقدرنا ان احنا نحقق ميداليات رغم الفتره اللي فاتت كان في صعوبات، وكان في احداث شخصيه للاعبين كتير زي وفاه اكثر من حادث وفاه حصل عندنا في الاسره البارالمبيه، ده اثر طبعا على نفسيات اللعيبه، ولكن ده كان دافع ليهم ان هم يجوا يعملوا ميداليات عشان يهدوا لارواح اهاليهم الميداليات دي، فده كان دافع للانجاز الحمد لله. طيب اللاعبين اللي مشاركين في رفع الاثقال، عايزين نعرف ايه الممنوعات على اللاعبين دول؟
احنا طبعا ممنوع ناخد اي سبلمنت الا بموافقه اللجنه التحقيقيه. احنا من ساعه ما جينا الدوره البارالمبيه في باريس ممنوع اي حد يخرج بره القاره الاولمبيه. فاحنا من يوم 21 لحد النهارده في نفس المقر اللجنه البارالمبيه هنا في باريس، ما خرجناش ولا يوم الا للسفاره المصريه بس دعتنا، السفير رحب بينا. و يعني كل حاجه ممنوعه عن اللاعبين. طب انت ككابتن بتمنع عنهم ايه؟ يعني بره فكره اللجنه حضرتك بتمنع عنهم ايه؟ هل في السهر مثلا، الاكل معين، في حاجه معينه انت بتمنعها على اللاعبين اللي بيتمرنوا معاك؟ طبعا ده السهر ده شيء اساسي، ده من حاجه من الاساسيات اللي اللاعب ما يقدرش يعملها. الاكل المخبوزات بكثره، الدهون بكثره، كل يعني في مراقبه غذائيه وفي مراقبه سلوكيه مع اللاعبين هنا. ده انعكس طبعا على ادائهم المشرف في البطوله الحمد لله. طب كابتن شعبان، ازاي بيتم تجهيز البطل الاولمبي بدنيا؟ عارفين طبعا بيبقى في معسكر واستعداد ويوم كامل من التدريب. الجانب الاخر مهم جدا، الجانب النفسي، ازاي بيتم تهيئه هؤلاء الابطال نفسيا عشان يشاركوا ويحصدوا ميداليات؟ انا عاوز اقول لحضرتك ان وزاره الشباب والرياضه الحمد لله موفره لنا جهاز نفسي معانا، الوزاره موفره لنا بقياده الدكتور محمد عربي شمعون، ومعانا الدكتوره رضوى نور والدكتوره اسراء. معانا يعني جهاز نفسي معانا من 3 سنين مع اللاعبين ومؤازرهم وموجود معانا هنا في باريس، وده يمكن اول مره تحصل معانا ان الجهاز النفسي الاعداد النفسي يبقى موجود مع الفريق. فده طبعا عمل انعكاس على النتائج. كان في فريق طبي برضه كويس جدا بصراحه، في منظومه متكامله اللجنه البارالمبيه عاملاها، سواء من اللجنه الاعداد النفسي، اللجنه الطبيه، جهاز على اعلى مستوى، اداره واعيه ومسؤوله، كل ده ادى لانعكاس على النتائج اللي حصلت الحمد لله. البارالمبياد اللي جايه بعد باريس هل هتبقى في لوس انجلوس؟ لوس انجلوس 28 ان شاء الله. طب بتحاولوا يعني مين بيجهز او مين، هل منياوي مثلا رحاب ابتدوا بالفعل يجهزوا لحاجه زي دي؟ خطتكم للفتره الجايه ولوس انجلوس بشكل عام؟ الفريق اللي معانا ان شاء الله هنبقى عليه لان دي بقت خبرات متراكمه، ان شاء الله هنضيف عليهم بعض اللاعبين الجدد. بنسعى ان قوام الفريق بتاع رفع الاثقال ان شاء الله يصل 40 او 50 لاعب الفتره اللي جايه، يتم تاهيلهم عشان بطوله العالم اللي عندنا في القاهره ان شاء الله يوم شهر 10 اللي جاي. وبعدها ننتقم منهم عناصر يقدروا يستمروا معانا للوس انجلوس 28. رصدنا لحد دلوقتي كابتن شعبان 2 ذهب، محمد المنياوي، رحاب احمد، وواحده برونزيه فضيه لفاطمه محروس. توقعات حضرتك خلال اليومين اللي جايين في رفع الاثقال، ايه الميداليات المتوقعه وممكن تكون ذهب ولا لا؟ ان شاء الله احنا بنسعى والله وبنجتهد ان احنا نعمل اكثر من ميداليه ان شاء الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله في كمان، انا عندي لسه 6 لاعبه ما لعبوش، في 3 النهارده، صفاء محمد ابراهيم وهاني محسن ومحمد صبحي. جميل. وفي بكره رندا تاج الدين وناديه فكري وعمرو فاروق، 6 لاعبين ان شاء الله نسعى ان احنا نعمل بينهم افضل نتائج ان شاء الله من خلال البطوله، وان شاء الله يبقى في اكثر من ميداليه ان شاء الله. ان شاء الله. كل التوفيق ليهم. بنشكرك كابتن شعبان يحيى الدسوقي مدرب منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبي المشارك في بارالمبياد باريس. يعني بجد بسنت انجاز رياضي مهم جدا، ومحتاجين دايما نحفظ الاسامي دي. يعني ابطال فعلا بيشرفوا مصر دايما، ومش بس في الاولمبياد، احنا بنتكلم على بطولات مختلفه جدا في انحاء العالم في رفع الاثقال.